بعدين رحنا عند ابو يوسف مطعم. من اقدم المحلات للفطور حمص وفول وبيض وهيك بمادبة، محل كتير قديم والرجال كتير كتير كبير بالسن. بطلع الزلمة طبعا صاحب المحل زي دائما بكوكب الأردن، المحلات اللي ما بنتوقع إنه نلاقي فيها إشي بنلاقي فيها مليون إشي. طلع الزلمة هيك زلمة كبير رهيب، كتير جدي بس قصته فخمة. ورا الباص ورا السيارة فوق على السيارة دي واقف. لا صحيح أحلى أحلى على الشارع أحلى. حط اي شيء، خذ ايدي وحطها معك. عمي ابو يوسف. نعم. من امتى بتشتغل في الحمص؟ ولا ما شاء الله بتشتغل بايدك؟ بشتغل بايدي ولا بوك الالمين يعني. يعني قصدي خلص قلت كبرت، قلت بخلي ناس بعلمهم وانا بقعد برتاح. لا لا لا. ليش؟ هيك. فيش حدا بيجيب الطعمه اللي بتعملها؟ لا. بس انت ما شاء الله قد ايه صار خبرتك في انا في المحل هذا 44 سنه. 44 سنه. طيب اخذت من 76. من 76 ما شاء الله. فكيف عنده حب شغل واحد عم بيشتغل تقريبا 60 سنه نفس الشغله وعنده نفس الحب من هو من لما بلش هو صغير. ووالدك شو كان يشتغل عمي؟ كان يشتغل في سكه الحديد. في سكه الحديد فلسطين. 3 ليرات في الشهر. أوف 3 ليرات. بتتذكر كيف كانت القدس بالزمانات؟ بتذكر مش ما بعرف. حكينا عنها عمي. القدس يا سيدي الواحد كان يجي في أيام الأعياد في أيام المناسبات يجي يزورها بيت لحم كذلك العمر. يعني لغاية 67 كان عندي المعلومات فيها. زلمة بده يشتغل بإيده، ما عرفناش نعمل معاه مقابلة لأنه بده يشتغل في إيده، بده يحضر اللام. بده يحضر الفطور. في كثير ناس مثلا شباب صغار بيشتغلوش او ما عندهم مش مهنه او ما عندهم مش حرفه، شو بتقول لهم اليوم؟ انا بنصح كل واحد يتعلم اول المصلحه ويتقنها مضبوط ويشتغل. صح. انت كل يوم تنزل على الدوام عمي؟ من الساعة 6. بس لسه نفسه بالاكل، نفسه بالاكل، بيعمل اكل كثير زاكي، كثير كانت قاعده حلوه صراحه.